مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. أنا سارة وهاي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتشتركوا بالقناة. أنا كثير متحمسة لأنه العيد كثير قرب، واليوم رح أورجيكم كيف تقدروا تعملوا زينة للعيد. واليوم معي أختي الصغيرة. راح تحتاجوا لكثير شوكولاتات وحلويات عشان نقدر نعمل هاي الزينة، لأنه الحلويات والشوكولاتات طيبين كثير وإحنا الأطفال كثير بنحبهم. وكمان إحنا رح نعمل هذا البوكس زي ما أنتوا شايفين هون، اللي بنحط فيه شوكولاتة وعليه خروف وكثير حلو. وكمان رح نعمل زينة ثانية للعيد، ورح نجيب هدول الأكياس زي ما أنتوا شايفين هون ونعبيهم شوكولاتات وأشياء زاكية زي الحلويات. ويلا نبلش. راح تحتاجوا لحلويات وكاندي زي ما أنتوا شايفين هون، وكمان رح نحتاج لسويد زينة زي ما انتو شايفين. رح نبلش ورح اورجيكم الطريقة اللي انتو بتقدروا تعملوا فيها هاي البوكس. زي ما انتو شايفين اول شي لازم نطويه من الاطراف، وطبعا قبل ما نسكر البوكس لازم نحط فيه حلويات وشوكولاتة. وهلأ احنا رح نسوي كتير بوكسات زي ما انتو شايفين هون انا واخواني. وهلأ رح نحط الكاندي والشوكولاتة جوا البوكسات بعدين نسكرهم. هاي احنا خلصنا من البوكسات زي ما انتو شايفين، كتير طلعوا حلوين وانا كتير حبيتهم. هلأ رح ننتقل للكياس. هاي زي ما انتو شايفين اول اشي راح اجيب اكتر من نوع من الحلويات زي البسكوت والملبس والشوكولاتة، وبعدين راح افتح الكيس وراح احط الشوكولاتات والحلويات فيه. وبعدين بس راح اربط الكيس واسكره بكل هالسهولة. زي ما انتو شايفين هون احنا عم نعمل اكتر من كيس، والموضوع كتير سهل وما بده غلبة. هذا المنتج النهائي زي ما انتو شايفين كتير حلو، كتير عجبني البوكسات والاكياس. ما تنسوا انه العيد عبارة عن العطاء والمحبة، واحنا دايما لازم نشكر الله على النعمة اللي اعطانا اياها. كل عام وانتو بخير، وان شاء الله تنبسطوا بهذا العيد. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. مع السلامة.